السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن رؤية حلم حبيبي لا يكلمني في المنام. ما هنتكلم للبنت العزباء، لأن الكلام ليس للبنت العزباء، ويمكن البعض لما بيسمع العنوان ده بيتخيل أن الكلام للبنت العزباء فقط. لا، لكن دعونا نبدأ بها. بالنسبة للبنت العزباء، رؤية الحبيب في المنام، هذه الرؤية أحيانا قد تكون حديث نفس من خلال كثرة تفكيرها في الحبيب وكثرة الشوق له، فالعقل الباطن أحيانا يسول لها بعض هذه الأشياء، ودي ما بتكونش رؤى. لكن من الممكن أن يكون الرائي وهي البنت العزباء ممكن تكون ما بتفكرش فيه، وجالها هذه الرؤى على حين غفلة. هل هذه رؤى؟ نعم. فرؤية الحبيب في المنام دل على كثرة التفكير كما ذكرت، وأحيانا تدل هذه الرؤية على قوة العلاقة بين الطرفين. لو رأت البنت العزباء حبيبها في المنام، وكان رؤيته بعد مشاكل وبعد فراق بينهما، هذه الرؤية تدل على حدوث تغييرات إيجابية في حياتها إن شاء الله للأفضل طبعا. أما لو رأت في المنام أن حبيبها مع فتاة أخرى، فهذا يعبر عن المرور ببعض المشاكل التي ستلحق بهما، ومع شديد الأسف. رؤية الحبيب في المنام أنه لا يكلمها ويتجاهلها، هذه الرؤية تدل على تعرض البنت العزباء لبعض المشاكل وبعض الظروف المتقلبة، ومع شديد الأسف. تجاهل الحبيب أحيانا يدل على التعرض لبعض الظروف القاسية في المعيشة، وربما ضائقة مادية. كمان بتدل رؤية تجاهل الحبيب في المنام على عدم كسب ثقة الحبيب وإخلاصه في العلاقة بين الطرفين. رؤية البنت العزباء أن حبيبها لا يتحدث معها، فهذا يعني يعبر عن ضرورة الحذر من تصرفاته معها. كذلك تعبر رؤية الحبيب وهو يتجاهل حبيبته في المنام على المشاعر الكاذبة، وأنه شخص مخادع، ومع شديد الأسف. طب بالنسبة للمرأة المتزوجة، إيه ده، هو ينفع المرأة المتزوجة ترى حبيبها في المنام؟ أيوة، الأحلام ليس لها قاعدة. فمن الممكن أن ترى المرأة المتزوجة الحبيب، فهذه الرؤية تدل على أنها ليست سعيدة مع زوجها. كمان يدل رؤية الحبيب في المنام بالنسبة للمرأة المتزوجة أنها تمر بالكثير من المشاكل الزوجية. بصفة عامة، الحبيب للمتزوجة رؤى غير جيدة. كما يشير رؤية الحبيب في المنام على عدم تحمل المتزوجة المسؤولية نحو زوجها، ومع شديد الأسف. طب بالنسبة للمرأة الحامل، هذه الرؤية تدل على أنها ترغب في رؤيته بالفعل، وهي تشعر بالحزن في حياتها. ترغب في رؤيته إزاي؟ يعني من الممكن أنها تكون متجوزة لكنها اشتاقت إلى حبيبها القديم، هي تريد أن تراه مجرد الرؤية. لكن أنا أستبعد هذا، ولكن المرأة المتزوجة بصفة عامة رؤية الحبيب كما ذكرت رؤية غير جيدة. رؤية عناق الحبيب للمرأة الحامل للأسف الشديد، ممكن ده اللي أنا لسه بتكلم فيه، تدل على أن أخلاقها سيئة، وربما يعني طبعا مش الكل لكن ده وارد، ربما تدل هذه الرؤية على خيانتها لزوجها، ومع شديد الأسف. آخر حاجة نختم بها وهي رؤية فراق الحبيب. رؤية فراق الحبيب في المنام تدل على أمور يعني وظروف متقلبة، إن صاحب الرؤية في ظروف قاسية، صاحب الظروف صاحب يعني مزاج متقلب. رؤية الحبيب بعد الفراق ومشاهدته مع فتاة أخرى، هذه الرؤية تدل على اضطراب الظروف
من حول هذه البنت الرائية أو المرأة المتزوجة، وتدل كمان على عدم استقرارها. رؤية عودة الحبيب الغائب بعد الفراق تدل على الزواج لهذه البنت إن شاء الله تبارك وتعالى. تظلون في اللقاءات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.